تتشابه الصورة وتختلف الرسالة. غليان الشوارع الذي اعتاد عليه العراق تغير هذه المرة بعاصفة فرح لم يسبق للعراقي أن ذاق تفاصيلها، التي رسمت بأصداء بطولة فتحت بها البصرة أبوابها، فصارت الدنيا بصرة. ولو أن ضحية خسرتها البلاد بتدافع عاصفة القادمين من كل صوب وحدب نحو البصرة لحضور المباراة النهائية من بطولة خليج 25 في ملعب جذع النخلة، وقبل أكثر من 6 ساعات من موعد انطلاق مباراة نهائية تجمع العراق مع سلطنة عمان، إلا أن جذع النخلة سجل رقما قياسيا بامتلاء الجماهير بوقت مبكر جدا قبل المباراة. لحظات عصيبة مرت على العراقيين في أقل من ساعتين لخشية ألا تتم الفرحة بعد أن طرح اتحاد كأس الخليج مقترحه بنقل المباراة لدولة أخرى أو تأجيلها. وما كان من سرعة نداء عاجل تحرك به المسؤولون بدءا من رئيس الوزراء وجميع الجهات المعنية لضبط الأمور قبل خروجها عن السيطرة. انسحبت جموع الجماهير وفتحت لهم الملاعب الكبرى، سيما ملعب الميناء بنصب شاشات كبيرة لاستيعاب نحو 500,000 مشجع لم يتسنى له دخول أبواب جذع النخلة. البصرة هنا أم العراق، هنا عين الدنيا ذات الوشامين. نجاح يريده العراقي اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد أن حفر في الأيام الماضية كرما وأصالة وعراقة تغنت به البصرة في بيوت كل العرب.